بغيتو تعرفوا شنو جازهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غادي نبداو من عندك يا برج الجوزاء اللي مهنيا ما تخليش الاخرين يزعزعوك ويحيدوا الثقه بالنفس ديالك، وكون حازم في قراراتك اليوم، ما تردش في التعبير عن افكارك مهما تكون جريئه. عاطفيا بادر الى وضع حد لكل ما من شانه ان يسيء الى العلاقه بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك امامه. صحيا طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الاكثار من المأكولات الحامية او البهارات. برج الثور مهنيا حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد اسلوب مرن وإيجابي تجاه الجميع، يكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل أمالك. عاطفيا التحرر من الخضوع، غادي يلزمك تقديم تنازلات للشريك، ولا سيما ان الوضع يقدر يكون له تبعات سلبيه عليكم. صحيا تمهل في الحكم على الاخرين بانفعال وعصبيه، بل هدئ اعصابك واضبطها قدر الامكان. انتقلوا عند برج الحمل، مهنيا انت على موعد مع فرص ماليه مفاجئه، ويقدر يشير لك هذا اليوم افتتاح مشروع كبير. اما عاطفيا الا كنتي على علاقه باحد مواليد العقرب، الجدي او الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم. اما صحيا ما تلجاش كثير من المهدئات والمنومات، واستعد عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عن برج الأسد. يوم مهني غادي يزداد الوهج السابق، وغادي تركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة، وغتكتف الاجتماعات مع فريق عملك. أما عاطفيا بينك وبين شريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما كيجعل علاقتكم هي أفضل حالاتها ويحسدكم الآخرين عليها. أما صحيا تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية. انتقلوا عند برج السرطان، لمهني اجواء ساحره ومصالحات في الافق. انه يوم جيد، غادي تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحه، وكتبنى فيها افكار مفيده على الصعيد المهني. اما عاطفيا كتظهر للشريك حبك الصادق رافض المواقف المتشدده، وغادي تنجح في انعاش العلاقه بيناتكم. صحيا كتمر بضغوط كبيره، ومن المستحسن تطلب المساعده والنقي عن المغامره بالوضع الصحي. الان غادي ننتقلوا عند برج الميزان، لمهني كتظهر ظروف ضاغطه، غادي تثير الانفعالات والاحتجاجات للوقت غير مؤاتي الانتقاد، بل العمل بغية التحسين والتطوير غادي تحقق النتائج المتوخاة. أما عاطفين خاصك تقدم تنازلات وتضحيات لكتعود الأمور لطبيعتها بينك وبين الشريك، والانطلاق بصفحة جديدة من تفاهم. أما صحيا تقدر تصاب بألم موجعة في ظهرك وكتفك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات تدليك طبية. غادي ننتقل الآن عند برج العذراء، المهني كتح أمامك المزيد من الفرص للحلول أو الاجتماع بعض الأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل المهني الناجح. عاطفيا كتنجح علاقتك العاطفية، وكتزاد نسبة المشاعر المتأججة، وغادي تمضي مع الشريك أجمل أيام حياتك. أما صحيا كتشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة بعدما بدأت ممارسة الرياضة، غادي تعطي مفعولها. برج الجدي، مهني تقدر تواجه معارضة من قبل أرباب العمل، لذا خصك تحل بالصبر باش تنال مرادك منهم، فهم يعرفون كفاءتك ومدى قدرتك على تولي المسؤوليات الكبيرة. عاطفيا المشاعر السلبية كتراكم باش تثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرين، وقد ينزل لك هذا الشيء نهائيا. أما صحيح كتستعد بحماس الانتقال في فصل الصيف إلى أحد المجمعات السياحية، وتمضي معظم وقتك في ممارسة السباحة. برج القوس، مهنية كتغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادة، وقد تبدأ جديدا على الصعيد المهني، غادي يكون عبارة عن منتوج جديد غير متوفر بكثرة في الأسواق. عاطفيا كتشعر اليوم بالرضا عند الشريك، وكتفرح بالإنجازات اللي كيحققهم معاك في وقت وكفاءة. صحيا ما تديهاش في المطبات اللي كتعرضك، ما تخليش التوتر يضغط على وضعك الصحي وتكون ضحيتها. برج العقرب، اليوم مهنيا كتنعم باجواء ساحره، وغادي يكون مزاجك رائع، فتنهي اليوم وانت في احسن حالاتك النفسيه. غادي تعود لمحيطك العائلي منشرح الصدر ومطمئن البال. عاطفيا حذر خلافات مع افراد العائله، وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامه والانفعالات، تقدر تعيش وضع عاطفي معقد. اما صحيا حذر بعض الوصوليين المستفيدين من اوضاعك، والذين يبتزونك ولا تتدمر. برج الحوت، اليوم مهنيا لا تجازف مستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيرا، وحاول تخطط بشكل واعي ومدرك. أما عاطفيا تقدر تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، فكن مستعد للمرحلة المقبلة، غادي تحمل كثير من المفاجآت. صحيا مزاجك سيء سببه الإرهاق، حاول تلقى راسك فسحة للراحة والاستجمام. الآن غادي نختم مع برج الدلو، المهني كتعدد المناسبات اللي غادي تعرفك ببعض الأشخاص المميزين، وتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة. أما عاطفيا لا تكون انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك، ولا تكون فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها. صحيا ما تهربش من المشاركة كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي، وخصوصا في هذا اليوم. إلى هنا كتنتهي أبراجنا لهذا اليوم، غادي نوداكم حتى نتلاقاو مع أبراج غدا. خليتكم على خير.